طيب قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: ما هو ذلك الأمر الذي خلق الله تعالى الخلق لأجله؟ ما هو الأمر الذي خلقنا من أجله؟ لماذا خلق الله الخلق؟ قال الجواب: قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هنا الله جل وعلا قال: وما خلقنا السماوات والأرض، السبع السماوات والسبع الأراضين، وما بينهما أي ما بين أعلى سماء وأسفل أرض، وما بينهما لاعبين. ما هو اللعب؟ العبث. لم تخلق هكذا. طيب، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. السماوات طائعات لله، والأراضون طائعات لله. طيب الدليل، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. السماء والأرض أتينا طائعين، لكن يجب أن نفرق. العبادة بمعنى المعبد المذلل المسخر، فبهذا المعنى كل مخلوق فهو عبد مذلل مسخر. الكافر عبد لله؟ نعم عبد لله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إبليس عبد لله؟ عبد لله، قال رب فأنظرني. أهل النار عبيد لله؟ نعم عبيد لله، قال الله ولو ترى إذ وقفوا على ربهم فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، بآيات ربنا. وفي قول الله قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا. الأدلة كثيرة. فبهذا المعنى المذلل المسخر كل من في السماوات والأرض هو عبد لله. وإن كانت العبادة بمعنى العابد، العابد الذي عبد الله، فالعابد هو المؤمن، العابد هو المؤمن. يعني اختصارا يقال العبادة عبادة كونية وعبادة شرعية، فما كان على جهة الإلزام يعني بدون اختيار، بدون اختيار، أنت مذلل، جسمك ينمو والطعام يجري في عروقك والماء ينتقل في جسمك، هذا بدون إرادتك، إذن أنت مذلل مسخر لله جل وعلا. لكن بمعنى العبادة هذه لا يقوم بها إلا العابدون المسلمون. قال الله جل وعلا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وفي قول الله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، عبادي الصالحون،
المطيعون لله جل وعلا. وكذا وصف بعض الأنبياء بالصلاح أنه من الصالحين ومن العباد، واذكر عبدنا أيوب، هذه العبادة بمعنى العابد. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. يقول قائل: لماذا هذه الغابات؟ أي فائدة منها؟ لماذا هذه البحار وهذه العوالم؟ أي فائدة منها؟ قال: أنت جاهل. هذه الغابات، الشجر تسبح الله وتسجد له، الحيوانات والطيور والحشرات والهوام، هذه أمة تعبد الله جل وعلا. قال الله: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. قال الله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذا جاءك خاطر أو قذف الشيطان في قلبك فاستعذ بالله وقل آمنت بالله واقرأ قول الله: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. يقابل الباطل الحق. ذلك ظن الذين كفروا. نجوم لا يعلمها إلا الله، مجرات. هكذا يعني الأرض فيها ما فيها مما أودعه الله فيها سبحانه وتعالى. هل هذا من العبث؟ لا، ليس من العبث. وقال تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. يعني الشاهد بالحق، يعني خلقها سبحانه وتعالى لحكم. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الآيات. إذن لم يخلق الله جل وعلا عبثا، وإنما خلق الخلق لعبادته. الملائكة عابدون يعبدون الله. طيب الدليل، ما هو الدليل على أن الملائكة يعبدون الله؟ الحديث: أطت السماء وحق لها أن تأط. أطت السماء وحق لها أن تأط. نعم، صوت يعني الركاب، الناقة، الذي ينظر إلى الناقة إذا حمل عليها لها صوت هذا أطيطها. أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك يعني راكع أو ساجد لله جل وعلا. سبحان الله. طيب قال الله: فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. لا يستكبرون عن عبادته. وقال: بل عباد مكرمون. إذن يعبدون الله جل وعلا. خلق الله الخلق من أجل أن يعبد سبحانه وتعالى،
والعبادة لا تكون عبادة إلا إذا جمعت شيئين، الأولى غاية الحب، الثاني غاية الذل. فالحب والذل لله جل وعلا هما قطب العبادة، فمن عبد الله حبا ما عبده، ومن عبده خوفا ما عبده. لا بد من الخوف والرجاء، لا بد من الخوف والرجاء. ترى الولد يحب أباه حب فقط، نعم، هذا لا يقال عبده. الرجل يحب زوجته، يعني هذا مجرد حب، حب طبيعي. أما إذا تعدى حده فالله جل وعلا قال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهادا في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره انتظروا العذاب. إذن هذه الآيات استدل بها هذا الشيخ العالم رحمه الله على أن الله تعالى لم يخلق الخلق عبثا، وإنما خلقهم لعبادته وحده لا شريك له. النبي كان الطعام يسبح في يديه، يأكل الطعام ويسبح في يديه، يعني يقول سبحان الله، هذه عبادة، هذه عبادة. ترى الحصى، الشجر، حتى الكلاب لما أمر النبي بقتلها ثم قال: إنها أمة من الأمم فاقتلوا الأسود البهيم، وإلا هي أمة، هي تسبح الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: ما معنى العبد؟ ما معنى العبد؟ الجواب: العبد إن أريد به المعبد أي المذلل المسخر، فهو بهذا المعنى شامل لجميع المخلوقات. طيب سؤال، سؤال، قم محمد، الكافر عبد لله يعبد الصنم، هو عبد لله لكنه يعبد الصنم أو يعبد شجرة أو يعبد حجرة أو يعبد قبرا، هو عبد لله؟ النبي قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة. أجب، هو عبد لله بأي اعتبار؟ عندك جواب؟ اجلس انتبه، قم يا عبد الرحمن. الكافر عبد لله، هو عبد لله بأي اعتبار؟ هو عبد عاصٍ. لكن مر معنا العبادة إن كانت بمعنى المعبد المذلل المسخر فهو داخل، وإن كانت بمعنى العابد فليس بداخل. عرفتم هذا؟ طيب ننتبه لهذا الكلام، سيأتي هذا خلاصته. قال الجواب: العبد إن أريد به المعبد أي المذلل المسخر، فهو بهذا المعنى شامل لجميع المخلوقات من العوالم العلوية والسفلية، أي ما أعلى من السماء والنجوم والملائكة والشمس والقمر، والسفلية من الجن والإنس والشجر والحجر والدواب والطير، من عاقل وغيره، العاقل كالإنسان والملائكة والجن، وغير العاقل الحيوان والجماد والنبات، ورطب ويابس، رطب فيه حياة
ويابس ليس فيه حياة، ومتحرك وساكن كالجبال تعبد الله. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وسخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي. سبحان الله، يعني تخيل الجبال تسبح، تسبح الله بنص القرآن أنها تسبح مع داود عليه السلام بالعشي والإشراق، صباحا ومساء تسبح معه. قال: ومتحرك وساكن وظاهر وكامن. ما ظهر للعيان، والكامن المخبى، نعم، ما تحت الأرض مما أودعه الله فيها من ماء وحجارة وتراب وحصى وكنوز ومعادن وعد ما شئت، هذه هي مسخرة، هي مذللة لله جل وعلا. قال: ومؤمن وكافر وبر وفاجر وغير ذلك. الكل مخلوق لله عز وجل، مربوب له، ليس هناك إلا خالق ومخلوق. نعم، عندنا الله جل وعلا قال: الحمد لله رب العالمين. العالم من سوى الله؟ من سوى الله عالم، فليس إلا خالق ومخلوق وعابد ومعبود ورب ومربوب وإله ومتأله، يتأله لله، يتعبد لله. الكل مخلوق لله عز وجل، مربوب له، والرب هو الخالق المالك المحيي المميت المتصرف. الرب يعني إفراد الله جل وعلا في أفعاله، أن يفرد الله جل وعلا في أفعاله. قال: مسخر بتسخيره. كل شيء مسخر لمن؟ لنا. قال الله: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمة؟ الأرض من أجل من؟ من أجلنا. الشجر من أجلنا، البحار من أجلنا، الشمس من أجلنا، السماء من أجلنا، مسخرة. إذن الله جل وعلا قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا، الأرض فرشها لكم من أجل أن تشركوا به، من أجل أن تعصوه، الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. لكم يعني لنا، هي لنا. الويل، كل الويل لمن أشرك في عبادة الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: الكل مخلوق لله عز وجل، مربوب له، مسخر بتسخيره. هذه الآلهة التي تعبد مربوبة، مربوبة. طيب الدليل، ما هو الدليل على أنها مربوبة مصطفى؟ نعم، إبراهيم قال لقومه: والله خلقكم وما تعملون. ماذا عملوا؟ عملوا الأصنام. إبراهيم يقول لهم: الله الذي خلقكم وخلق هذه الأصنام. دليل ثاني، دليل ثاني، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ متفرقون، لكن في قول الله: وأنه هو رب الشعرى. الشعرى هذا ما هو الشعرى؟ نجم كان أهل الجاهلية يعبدونه. قال الله:
هذا النجم المعبود هو يعني مربوب وأنه هو رب الشعرى. أيضا من الأدلة الصلاة: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم. هؤلاء مخلوقون، نعم هم مخلوقون لله جل وعلا. قال رحمه الله: ومدبر بتدبيره، ولكل منها رسم يقف عليه. الرسم يعني هو الأثر. طيب، في قول الله جل وعلا: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وفي قول الله يعني كل في فلك يسبحون، له مكان لا يتجاوز لا يتعدى. انظروا مثلا الشمس المسخرة، هل تأخرت يوما ما عن الطلوع؟ هي متعبة تريد أن تستريح؟ لا، نعم، في الوقت الذي حدده الله، يعني له رسم. الرسم والأثر، ورسم الدار ما كان من آثارها لاصقا بالأرض، يعني محد مخطط. الآن الناس لا يمشون إلا بمخططات في مبانيهم وتجارتهم، مخطط. ولهذا الذي لا يمشي بمخطط يقول عشوائي. طيب، هذا في أمور لا تساوي شيئا ولا تذكر وهي خلق لله، كيف بسماوات ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحر زخار؟ نعم، أتكون هكذا صدفة؟ لا. يقف عليه وحد ينتهي إليه، كل يجري لأجل مسمى لا يتجاوزه مثقال ذرة، ذلك تقدير العزيز العليم. قال: وتدبير ذلك تقدير العزيز العليم وتدبير العدل الحكيم. وإن أريد به العابد المحب المتذلل خص ذلك بالمؤمنين الذين هم عباده المكرمون وأولياؤه المتقون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن الخلاصة معنى العبد: العبد يقال إن أريد به المعبد المذلل المسخر، فليس هناك إلا خالق ومخلوق وعابد ومعبود، كل ما سوى الله. الكافر عبد لله. وإن أريد يعني العابد الذي قام بالعبادة المتذلل لله جل وعلا، فيقال هذه خاصة بالمؤمنين وبالمتقين وبالأولياء والصالحين، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إلى هنا بارك الله.